السلام عليكم. عليكم السلام كابتن خالد، ازي صحتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني. كله تمام؟ الله يكرمك. تمام الحمد لله. رسمي في الزمالك ومبسوط ومرضي ومضيت للزمالك وكله تمام؟ اه الحمد لله زي الفل والله. الناس محترمه والناس قدرتنا والناس الحمد لله دلوقتي في نادي الزمالك ان شاء الله. الحمد لله. خالد انت عندك اي متعلقات مع النادي الاهلي؟ ماضي على اي حاجه ولا بس كلموك بس شفوي؟ لا كانت في رغبه بس انا اديت رغبتي قدام الناس. رئيس النادي كلمني كابتن عماد، رئيس النادي اللي هو عماد مدبولي كلمني وقال لي رغبتك الاهلي او الزمالك، انا اديت رغبتي الزمالك. تمام. لكن انت ما كنتش ماضي رغبه للاهلي اصلا؟ لا هو كان دلوقتي ده العرض اللي كان مناسب للنادي اللي هو نادي الزمالك. لا بس انت في كلام انك مضيت رغبه للنادي الاهلي، يعني وقعت على ورقه انك بترغب. انا كنت ماضي الرغبه دي لنادي الزمالك برضه. لنادي الزمالك. اه تمام تمام. لكن انت خلاص دلوقتي يا خالد رسميا نادي الزمالك ان شاء الله. رسميا نادي الزمالك. ربنا يوفقك. حاسس ايه اخر ماتش وانت يعني شايفك رايح بتغل الجون بتاع كابتن عبد الواحد وبتدوس وعامل تاكلينج ورايح وبتاخد الكوره، عايز تقول للناس ايه؟ لا والله انا كان اكل عيش ان اتحاد الشرطه لعبنا ادينا مباراه زي ما دولار قال لك، رئاسه المستشار كلمنا قبل الماتش فعلا قال لي انت هتجيب جون تلعب تجيب جون، واكلم دولار قال له تجيب جون. احنا الحمد لله نزلنا زي ما حضرتك شفت ادينا مباراه كويسه الحمد لله ومعانا لعيبه محترمه وبشكر الاداره عندنا فعلا اللي واقفه جنبنا. خالد بتمنى لك كل التوفيق، انت راس حربه كبير وان شاء الله راس حربه منتخب مصر اللي جاي. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ويعني مزيد من النجاح مع الزمالك ممكن